السلام عليكم. Today we are in Beira. اليوم احنا في مدينة بيرا على الساحل المحيط في موزمبيق. بنشهد توزيع المواد البناء اللي حتوزعها مؤسسة الإمداد من جنوب أفريقيا ومن بريطانيا على 200 أسرة من الأسر التي عانت من أحداث أو من السايكلون أو اللي هو الإعصار الذي ضرب موزمبيق في شهر مارس الماضي. واليوم هو شهادة مننا جميعا إن احنا بنشكر هؤلاء الناس جزاهم الله خير إنهم أتوا ليأخذوا هذه المواد مرة أخرى ويبدأ حياتهم مرة ثانية في هذه الظروف الصعبة في رمضان. النهارده من 23 مايو أو 16 رمضان كما نعلم. الدور اللي احنا المفروض نقوم بيه كمؤسسات أو كأفراد أو كأشخاص أو كمنعين نشكر الله سبحانه وتعالى إن هؤلاء الناس بدأوا يأخذوا المساعدات المستحقة ليهم مننا، وهم يعتبروا بالنسبة لنا اللي أعطونا هذه الفرصة لكي نستطيع أن نبني بها حياتنا ونحن مانحين، أو نبني بها مستقبل أولادنا ونحن مانحين. نشكر المانحين ونشكر مؤسسة الإمداد ونشكر كل المؤسسات التي ساعدت في إعطاء هذه المساعدات لأهالينا في موزمبيق. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورمضان كريم.